طيب، هذا سؤال حول حالة تشعر أنها تفكر بالأمور بشكل زائد وبشكل مرهق ومتعب لها، ويجعل الأمور مركبة والحياة صعبة، والآن هي في فترة مقبلة فيها على الزواج، وأيضا الأمر مؤثر على موضوع اختيار الزوج وكذا، بل حتى يعني الخاطب انتبه إلى هذا ونبهها إليه. فأقول السلام عليكم ورحمة الله. الآن بالنسبة لهذه الأعراض، يبدو أنها أقول بشكل عام أنها أعراض قلق. هذا الإنسان عندما يكون عنده أفكار متواترة تخطر على ذهني بشكل زائد، دائما يحسب حساب للمستقبل، لما سيأتي بشكل في غير موطنه وبشكل زائد عن الحاجة وبشكل غير مفيد بل معيق حقيقة، لأنه هذا التفكير عادة يجعل الإنسان يفكر في المخاوف، وثم ما لا يأخذ الاحتياطات الكافية لها، أو يأخذ الاحتياطات ويحجم عن كثير من الأمور وهكذا. هذا ما يسمى بالقلق المعمم، ولكن له شروط ومعايير لكي نشخص هذه الحالة، ولذلك لا يشخص بالرسائل ولا بالتوصيات العامة هكذا، وإنما نقول بشكل عام من كان لديه مثل هذه الأعراض، وخاصة إذا كانت مؤثرة على الجسم، يكون هناك الإنسان يكون يشد على جسمه، نبضات القلب، أحيانا ضيق في النفس، تعب عام وهكذا، تدخل في سياق القلق. لكن القلق في كثير من الأحيان لا يكون لوحده، يكون مثلا معه شخصية كمالية، نوع من وهم الكمال، الإنسان يريد كل شيء تمام ولذلك لا يضبط معه شيء ويبقى يقلق في هذا الأمر، يقترن في كثير من الأحيان مع الاكتئاب، يقترن مع القلق الاجتماعي وهكذا. فالأمر في كثير من الأحيان يحتاج تقييم وتشخيص قبل البدء بالعلاج المحدد يعني. ولكن قد تستفيدون من توصيات عامة تكلمنا فيها عن عدة مشكلات متعلقة بالقلق وما حوله في سلسلة موجودة على قناة اليوتيوب بعنوان شفاء العليل بفاتحة التنزيل. شفاء العليل بفاتحة التنزيل، فهذه السلسلة أبدأ فيها بفهم في شرح أصلاً المبدأ المتعلق بهذه السلسلة في الأول جلسات، ثم بعد ذلك يكون الكلام عن أكثر من مشكلة ومعالجتها، فيكون علاج الكآبة بالفاتحة، علاج القلق والاضطراب بالفاتحة، علاج الكسل والتهاون بالفاتحة، علاج الجبن بالفاتحة، علاج الانشغال بالآخرين بالفاتحة، وغيرها من المسائل التي قد تعين جدا على فهم النفس البشرية والتعامل معها في عدة مشكلات كأمثلة وكتطبيقات عملية تعينكم. بالإضافة، بما أن الملف في ملف الزواج وأثر المشكلات النفسية على الزواج، فهناك أيضا مادة موجودة على يوتيوب يمكنكم الرجوع إليها بعنوان الزواج والأمراض النفسية والزواج، أو الزواج والأمراض النفسية، كان في جلسة ثم كان هناك إجابة للأسئلة، يعني فيديوهين مادتين، فيديو كان شرح ثم بعد ذلك كان إجابة للأسئلة التي وردت تبعا لهذا الفيديو.